أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. بارك الله فيك وكثر من أمثالك.
wenye kushiriki kusoma